الفنان السوري يزن ريشاني إيليا في كسر عظم، تعرف على عمره الحقيقي وشاهد شقيقه ومعلومات أخرى. أهلا بكم، يزن ريشاني هو ممثل سوري بدأ حياته الفنية في مراحل صغيرة، ويعرف بأنه الآن وحتى هذه اللحظة في البدايات للأعمال الدرامية السورية. وقد كانت أول شهرته الكبيرة بمجال التمثيل بمسلسل حارة القبة الذي ظهر في رمضان عام 2021 من خلال جزئه الأول بدور سليم ابن حاتم. ويزن الريشاني هو ممثل سوري شاب صاعد يبلغ من العمر 27 عام، حيث ولد يوم العاشر من أغسطس عام 95. قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2015، وتم قبوله من المرة الأولى، وتخرج منه عام 2020. وشارك الفنان السوري عقب تخرجه في مسلسل البيئة الشامية حارة القبة مجسدا شخصية سليم، ومسلسل كسر عظم مجسدا شخصية إيليا. وحول سبب اختياره للعمل قال ريشاني: تعرفت على المخرجة رشا شربتجي من خلال تيست لمسلسل حارة القبة. وتابع: ودعتني من بعدها للمشاركة في مسلسل كسر عظم. وصرح ريشاني أنه شارك في مسلسل كسر عظم دون إجراء كاستنج اختبار الشخصية الذي عادة ما يخوضه الممثل قبل العمل. وأضاف الفنان أن مخرجة العمل رشا شربتجي اختارته لتجسيد شخصية إيليا في كسر عظم دون إجراء كاستنج على حد قوله. وأشار الريشاني إلى أن رشا شربتجي تعرفه وعلى دراية تامة بطبيعة أدائه من خلال عمله معها في مسلسل حارة القبة. وأوضح الفنان السوري أنه شارك في الجزئين الأول والثاني لمسلسل حارة القبة، ومن خلالهما أخذت رشا شربتجي فكرة كاملة عن خبراته في مجال التمثيل. يزن ريشاني مع شقيقه يمان. يمان ريشاني شقيق الفنان السوري يزن ريشاني. ولفت الفنان يزن إلى أنه سعيد جدا بالأصداء الإيجابية التي حققتها الثلاثية في مسلسل كسر عظم، منوها إلى أنه لم يتوقع هذا النجاح الملحوظ. وأردف ريشاني أن علاقة صداقة قوية جدا تعود إلى مرحلة الدراسة تجمعه مع خليل ومحمود، الأمر الذي خلق تلك الكاريزما المرحة. وتابع الفنان يزن الريشاني: عندما قرأت النص المتعلق بشخصيتي في العمل لم أتوقع أن أحقق أصداء إيجابية كما حظيت بها بعد العرض. وبين ريشاني أن إيليا شخص مدمن على شرب الحشيش لأنه يعتقد أن ذلك يجلب له السعادة ويخفف عنه متاعبه وهمومه. واستطرد الفنان قائلا أن إيليا يحاكي نسبة كبيرة من فئة الشباب في المجتمع الذين يدمنون على الحشيش معتقدين أنه مصدر للسعادة. وأوضح الفنان الشاب أن إيليا بات حلم أغلب البنات وحتى الشباب، وتلقى لأجل ذلك العديد من الرسائل. وفي حوار له أجاب الفنان السوري يزن ريشاني عن سؤال المذيع له: أنت فنان بمسكة السيجارة كمان؟ ليجيب بالقول: إيليا هو يلي فنان بمسكة السيجارة. وتابع بأنه لم يتعرض للانتقاد من قبل عائلته بسبب مشاهد مسكه للسيجارة قائلا: ما تعاطوا معي. وبين الفنان السوري يزن ريشاني مدى تأثير شخصية إيليا على الشباب والفتيات، وروى تعليق إحدى الفتيات له: في واحدة عيدتني، عيدتني وقالت لي كل عام وانت بخير وفصح مجيد، انا عم عيد ايليا وما عم عيد الك. وتابع ريشاني حديثه عن شاب اخر بعث له برسالة اخبره فيها: واحد بعث لي رسالة وقال لي بدي اقول لك سر، ريم بتحبك.
وبين الفنان السوري يزن الرشاني مدى تأثير شخصية إيليا على المجتمع والواقع، مبينا أن لها دور كبير في إعادة إحياء صداقات قديمة. وعلق الرشاني بالقول: وصلتني رسائل أنه في رفقات صاروا يحكوا مع بعض وصاروا يتذكروا أيام الجامعة. وتابع: في واحدة من البنات بعتت لي أنه هيك كنا نلبس وننبسط بدون ما حدا يفكر بألوان أو أي شيء. وشخصية إيليا تقع ضمن الخط الدرامي الخاص بالشباب في المسلسل، ويرتبط بصداقة مع الشابين سومر، يوشع محمود وعلاء حسن خليل. ويعاني الشاب من الضياع نتيجة هجر والده له واعتناقه للإسلام ليتزوج بامرأة أخرى. وصرح الفنان السوري يزن الرشاني أنه يفتقد وجود صديق في حياته مثل إيليا، مشيرا لصعوبة إيجاد مثل هذا الصديق الوفي. يزن الرشاني وجد صعوبة في التعبير عن إحساسه بالنجاح الكبير الذي يحققه حاليا، مؤكدا أن الأمر يحمله مسؤولية كبيرة تجاه ما سيقدمه فيما بعد.